السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين علشان عيد الحب او الفلانتاين. احنا النهاردة هنعمل كيكاية جميلة جدا من بسكويت الاوريو، هنعملها للفلانتاين او لعيد الحب زي ما قلنا، علشان خاطر نفرح نفسنا ونفرح ولادنا. الكيكاية دي عبارة عن بسكويت وبس، انا ما حطيتش لا دقيق ولا لبن، قصدي ولا بيض ولا اي حاجة، هي بسكويت وبس. انا جبت 6 باكت بسكويت الاوريو. عملت ايه؟ زي ما شفنا كده، بفصل الكريمة البيضة اللي في النص، بفصلها كده بحرف المعلقة او بحرف السكينة، وباخد البسكويتة نفسها البني. انا محتاجة البسكويت البني نفسه. وخلي الكريمة دي انت ممكن تدخليها في اي صوص للحلويات. تمام، هعمل ايه؟ انا هنا هجيب البسكويت بتاعي كله كده، احطه في الكبة او في المطحنة، وهحط عليهم 3 معالق كبار من السكر زي ما هنشوف كده اهو، او ربع كوباية صغيرة، يعني ربع كوباية صغيرة بتديكي 3 معالق كبار من السكر. تمام، وهبدأ ان انا اطحن البسكوت مع السكر. يلا بقى افكركم سريعا كده بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير للفيديو فضلا وليس امرا. هنا بقى بعد ما طحنت البسكوت مع السكر هعمل ايه؟ هفضيه كده في البولة بتاعتي، وهاخد عليهم 2 معالق كبار من الكاكاو، الكاكاو الخام كده اهوت، هاخد عليهم 2 معالق كبار من الكاكاو. اهي انا بوريكم علبة الكاكاو اهي، هحط عليهم 2 كبار وهقلب الخليط بتاعي. انا كل اللي محتاجاه هنا يا جماعة 1 كوباية لبن، كل اللي انا محتاجاه هاخد 1 كوباية لبن. ليه بقى؟ بعد ما هقلب الخليط ده كله هبدأ ان انا اصب شوية شوية من 1 كوباية اللبن علشان اعمل الخليط بتاعي زي الخليط بتاع الكيك بالظبط، خليط سايل كده زي خليط الكيك بالظبط. وعلى فكرة احنا هنسوي الكيكاية الصغننة قوي دي او البسكوتية دي هنسويها على النار من فوق، مش هندخلها الفرن. هوريكم طريقة كويسة جدا وسهلة جدا نسويها على النار من فوق. هقلب كده، هاخد شوية شوية، مش هحط الكوباية كلها مرة واحدة، هقلب شوية شوية كده علشان قلتلكوا هنعمل زي خليط الكيك بالظبط. وهاخد هنا 0.5 معلقة صغيرة من البيكنج باودر، لان انا مش بدور عليها تبقى نافشة وعالية، لا طبيعي هي هتنفش وهتعلى وهتشوفوا دلوقتي، بس انا مش بدور عليها كده، انا بس حطيت 0.5 معلقة صغيرة من البيكنج باودر علشان خاطر احنا هنتعامل معاها معاملة الكيك. هقلب كده زي ما احنا شايفين. هنا بقى هعمل ايه؟ هسويها ازاي؟ جبت الحلة بتاعتي الكبيرة وهحط فيها كيس ملح، اكون انا مستغنية عنه كده، هحطه افرده كده في الحلة كلها، وحوطي النار العين الكبيرة، حوطيها شمعة صغيرة كأني بالظبط بشرب الرز. ونرجع للكيكة بتاعتنا نشوف هتعمل ايه، بس هسخن الملح ده، هسيبه يسخن كده 10 دقايق على نار شمعة شمعة خالص، عشان احنا هنسوي الكيكة في قلب الحلة دي. هنا جبت ايه؟ جبت البولة بتاعتي الميلامين، او تجيبي صينية صغيرة زي ما انت عايزة، او حلة صغيرة اللي انت عايزاه. انا هنا قلت دي انسب حاجة ان انا ايه اسوي فيها البسكوتية بتاعتي او الكيكاية الصغيرة بتاعتي دي. وهصب كل الخليط، حطيت ورقة زبدة وهصب كل الخليط بتاعي فيها. وتعالوا بقى نشوف ايه هي، طبعا الحلة سخنت جدا والملح سخن قوي، فهنحط بقى ايه، هجيب طبق او اجيب شبكة صغيرة واحطها في قلب الملح كده او عليها، وهنزل بيه الصينية او البولة او الحلة، معلش هي سخنة يعني ايه، هفصل منكم ثانية احطها، امسك حاجة واحطها زي ما شفنا كده. انا هعمل ايه؟ انا لازم لما اغطيها، مش عايز اغطيها بالغطاء الالومنيا على طول. ليه؟ علشان ما يعملش بخار، والبخار ده ينزل مية في قلب الكيكاية بتاعتي. انا جبت فوطة كبيرة كده وحطيت الغطاء في قلبيها وغطيتها علشان ما تعملش بخار وتنزل في قلب الكيكاية تعجن معايا. هنا بقى نعمل لها الصوص اللي احنا عملناه قبل كده، صوص حلو جدا، بس انا هزود عليه قطعة شوكولاتة من الخام، ممكن نحطها وممكن نستغنى عنها، بس انا علشان هي موجودة عندي في التلاجة فقلت ايه ازود القيمة الغذائية بتاعتنا، وازود كمان التقل بتاع الصوص. حطيت 1 كوباية لبن، وحطيت 2 معلقة صغيرين من السكر، وهحط 2 معلقة من الكاكاو، وهحط 2 معلقة من الدقيق. انا مش محتاجة نشا ولا محتاجة اي حاجة خلاص. وهحط برضو قطعة صغيرة من الزبدة. هنا بقى هاخد 2 معلقة دقيق
احط قطعه صغيره من الزبده، وهوريكم على فكره زبده انا بشتريها للصوصات ديت، او مثلا لطبق الفول لطبق البيض بشتري كده اللي هو الباكت اللي على بعضه من اي هايبر كبير او من اي سوبر ماركت كبير. هنقلب كل الخليط ده واجيب قطعه بيتز قطعه زبده وهوريها لكم اهي. القطعه دي على بعضها كده تبقى معلقه كبيره، هوريها لكم دلوقتي علشان تبقوا عارفينها حلوه جدا. بصوا اللي هو الباكت ده بيتباع كده على بعضه في الهايبرات الكبيره او في كارفور او في اي مكان. بصوا بتبقى الـ القطعه الصغيره دي عباره عن معلقه زبده كبيره، ممكن بقى لطبق الفول لتعملي بيضايه مقليه للصوصات اللي احنا بنعملها دي احنا بنبقى محتاجين معلقه زبده. فباخد كده واحده من الباكت ده كده واحطها في الحاجه اللي انا محتاجه لها لمعلقه زبده صغيره او حاجه. اجي بقى على النار هنا ادوب كل الخليط بتاعي علشان يتقل معايا ويعمل التقل اللي انا عاوزاه، زي اعمله زي الكاستر كده بس اخف سنه صغيره، وافرغه كده في بوله صغيره علشان يبرد معايا. هنا بقى الكيكه انا طلعتها هتاخد معاكي 40 دقيقه بالظبط، هتوطيها النار تبقى شمعه، هتاخد معاكي 40 دقيقه بالظبط. هنا بقى بصوا اهي بدخل الخله فيها مستويه وزي الفل، هسيبها تبرد علشان اطلعها واعرف اشيل منها ورقه الزبده. هنا بقى بصوا طلعت في الطبق اهيت، بصوا جميله جدا جدا جدا، وكانك انت عامله كيكه وضربه بيض ودقيق ولبن والحاجات دي كلها. هعمل ايه بقى كده؟ الصوص بتاعي كده اهو اقلبه كويس كده تاني، افكه تاني من بعضه واحط بقى. انا الصوص ده لما عاملاه كنت قصدي ان انا حطيت فيه قطعه الشوكولاته الخام دي، ليه؟ انا كنت عايزه اعمل حبيبات شوكولاته، يعني ما كنتش عايزه صوص سايح زي ما كنا عاملاه قبل كده، او صوص ما فيهوش إيه لما تيجي تاكلي بيبقى فيه من جوه كده ايه زي قطع شوكولاته. خلاص فبصوا زي ما احنا شايفين كده مش السايح السايحان اللي هو نازل طري كده، لا انا كنت متعمده احط القطعه بتاعه الشوكولاته الخام دي علشان تديني الطبقه دي، بتديني طبقه طبقه كده شوكولاته زياده شويه، بتبقى جميله جدا جدا جدا. هنا بقى طبعا اي زواق او اي شكل انت حابه تعمليه اعمليه زي ما انت عاوزه. هنا البسكوتيه الصغيره بتاعتنا اتعملت جميله جدا جدا، تقدري تعمليها وتشكليها باي حاجه انت عاوزاها، اي حاجه موجوده عندك في البيت انت عاوزاها. طبعا عملناها من البسكويت زي ما شفتوا، ما كلفتناش حاجه، وفي نفس الوقت هي بسيطه جدا وجميله جدا، وهتعجب ولادك او هتعجبكم انتم وهتطلبوها كتير. جربوها وبامر الله هتعجبكم. انا هسيبها بقى تبرد شويه كده وهقطعها معاكم، يعني الصوص يتقل عليها شويه وهقطعها وهوريها لكم. بس بصوا عامله ازاي ما شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين ودايما فرحانين ومتهنيين. يلا بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس مع اللايك والشير للفيديو علشان كلنا نعرف الطريقه الجديده دي. وبألف هنا وشفا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.